إيش الخطوات الثلاثة اللي تراها مناسبة في هذا الوقت؟ يعني ما أبغى أقول انتشال الهلال، لكن لعودة الهلال لمساره الطبيعي. أنا أقول منصب المدير الفني مهم جدا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجب على الهلاليين يفكرون في دوري أبطال آسيا، تفكير مو لما تبدأ البطولة، التفكير من الآن. لذلك يجب عليك جلب مدرب بقيمة عالية في هذا التوقيت بالذات. ربما بعض الأسماء لم تقدم لإدارة بن نافل الدعم المادي، لم تقدم لها الدعم، نعم، ولكن فهد بن نافل أتى من صلب المدرج الأزرق، ولو لم يفعل سوى ذلك لكفى بصراحة، ولكن يجب أن يتحمل المسؤولية ويأتي بمدرب في هذا التوقيت بالتحديد، ولا ينتظر، لأنه جميعنا نعلم بأنه هذا المدرب لن يستمر معك في الموسم القادم، فلماذا إضاعة الوقت؟ يجب أن تأتي مدرب في هذا التوقيت لتفكر في دوري أبطال آسيا القادم. آخر سؤال بنعم أو لا يا سامي، الدوري راح على الهلال ولا لسه؟ والله صعب احنا نتحدث ان الدوري راح على الهلال، ما اقدر اقول لك نعم او اقول لك لا. الهلال في 2019 يعني وصل مراحل جدا سيئه وعاد وحقق دوري ابطال اسيا، في المارد الازرق هذا احنا ما نعرف ايش ممكن يسوي في اي لحظه بصراحه. طيب شكرا جزيلا لك سامي الحريري، كنت معي من جده للحديث عن نادي الهلال ومستوياته.